بسم الله الرحمن الرحيم. من خلال هذا الفيديو سوف نحاول أن نعرض مقدمة إلى Digital Communication، عفوا Digital Moderation. في Digital Moderation لدينا Source، انطلاقا من Source، وهذه Source قد تكون Digital. لما تكون Source Digital نقصد أنها تخرج أو تنتج مباشرة بيتس واحد والصفر، كما قد تكون أنالوج. في حالة ما إذا كانت سورس أنالوج، بالطبع كما شرحنا في دروس سابقة، نقوم بتحويل السيجنال من أنالوج إلى ديجيتال باستعمال أنالوج تو ديجيتال كونفرشن التي تكلمنا عنها في الدرس السابق. إذن في كلتا الحالتين، سواء كان السيجنال أنالوج أو ديجيتال، في النهاية يجب الحصول على digital information أو bit sequence لكي نقوم بإرسالها باستعمال digital communication techniques. إذن بمجرد الحصول على bit sequence 0 و 1، لكي نتمكن من إرسالها على الميديا أو على channel، يجب أن نستعمل ما نسميه بالبولس، وهذه العملية تسمى بالبولس شيبينج. بولس شيبينج، عند البولس شيبينج سوف يصبح سوف تصبح المعلومة على شكل سيجنال، السيجنال الذي لديه ما نسميه ب temporal wave form، لديه temporal wave waveform. مثلا لنقول بأن الصفر سوف يمثل على الواحد، والواحد سوف يمثل على ناقص واحد، ثم الصفر يمثل على الواحد، ثم واحد واحد، ثم لدينا صفر واحد واحد. نقول لدينا هنا صفر ثم واحد ثم صفر ثم واحد واحد ثم صفر ثم واحد واحد. إذن هنا نقول بأننا قمنا بتحويل الـ information sequence bit sequence إلى waveform، إلى waveform أو إلى temporal signal. في هذه الحالة هنا نسميه سيجنال، يصبح على شكل سيجنال. في هذه الحالة الأساسية البداية قبل البوست شيبينج تكون عبارة عن بيتس، يعني واحد وصفر. هذا السيجنال الذي قمنا بإنشائه سوف يكون مشكل، لو نلاحظ يوجد two patterns، يعني شكلين يتكرران، هذا الشكل الأول ولدينا هذا الشكل الثاني، وهذا هو نفسه الشكل الأول. لو سمينا الشكل الأول مثلا S1 of T، هذا سيكون هو نفسه S1 of T، وهذا الشكل الثاني نسميه S2 of T، هنا S2 of T، وهكذا. يعني هذا السيجنال الذي قمنا بإنشائه يصبح متكون فقط من two patterns. عندنا two patterns أو two signals S1 of T and S2 of T. لدينا S1 and S2، لدينا فقط اختيارين، و S1 كان يمثل الصفر وال S2 كان يمثل الواحد. في هذه الحالة كل pattern أو كل signal سوف يقوم بإرسال أو الإدلال على بيت واحد، وهذا الباترن سوف نسميه هو في الحقيقة سوف معليش لنقبل بتسميته إما S1 of T، لكن سوف نشاهد الفرق فيما بعد، وإذا توجد فرق بين تسميتين التي أطرحهم الآن
يوجد S1 of T التي هي تكون صيغة زمنية، ولدينا أيضا symbol ما نسميه ب symbol. هذه السيجنال التي تحدثنا عنها، كل سيجنال سوف يمثل سيمبول أو سوف يحمل سيمبول واحد، وهذا دائما دائما كل ويف فورم في خلال زمن معين نسميه هذا التي هذا التي نسميه سيمبول تايم سوف تحمل سيمبول واحد، وهذا السيمبول سوف يحمل عدد معين من البيتات. في هذه الحالة لدينا بيت واحد محمول على سيمبول، نقول لدينا 1 bit per symbol، لدينا bit واحد محمول على symbol. طبعا symbol يختلف عن الصيغة الزمنية، سوف نرى من بعد الفرق لا يهم، لكن الذي يهمني الآن هو كل وحدة نسميها symbol في عملية الإرسال، كل وحدة نسميها symbol، وهذه الوحدة أو symbol يمكن أن يحمل بيت واحد أو أكثر. في حالتنا في هذه الحالة الأولى لدينا قلنا لدينا واحد بيت per symbol، يعني لكل زمن هذا الزمن لو سميناه زمن السيمبول هو تي، هذا الزمن لو كان هذا الزمن هو تي symbol time، فيكون يساوي ل period of bit or the time or the yes the period of the bit. يعني البيت الزمن الخاص بإرسال بيت يساوي الزمن الخاص بإرسال سيمبول واحد، لأننا في هذه العملية الأولى قمنا باستعمال سيمبول واحد لتمثيل بيت واحد. وفي هذه الحالة نسمي هذا النوع من الإرسال binary transmission أو binary communication، يعني فقط يوجد اثنين waveform أو اثنين patterns، عندنا اثنين شكلين يمكن الاختيار بينهما. هذا الشكل الذي يكون مثلا هنا لو قلنا هذه واحد سيكون واحد في الشكل الموجب نفس البيريود تي، ولدينا الشكل ناقص واحد ونفس البيريود تي، يعني يوجد اختيارين فقط. بما أننا لدينا اختيارين فقط في السيمبولز أو في الويفورمز، سوف نستطيع أن أرسل بيت واحد فقط ولا يمكن أن أرسل أكثر. لنأخذ مثال آخر من خلال هذا المثال، لدينا هذه السورس. في هذه الحالة سوف أرسل 2 بيتس، في هذه الحالة سوف أرسل 2 بيتس per symbol، سوف أقوم بإرسال 2 بيتس per symbol. للقيام بذلك لدينا البيت سيكونس، سوف أمثل هذه البيت سيكونس على شكل amplitudes. هذا من الأفضل لو أشرح فيه على ورقة تكون بارقة. الطريقة التي أستعملها التي سوف أستعملها لإرسال 2 بيتس per symbol 2 بيتس، سوف أقوم بعرض جميع الاختيارات ب 2 بيتس لدينا 0 0 0 1 1 0 و 1 1، ولكل اختيار سوف أمثله ب amplitude. مثلا 0 سوف أعطيه ناقص 3 و 0 1، 0 1 سوف أعطيه ناقص 1، وال 1 0 سوف أمثله ب 1، وال 1 1 سوف أمثله ب 3. إذن هذه العملية تسمى ب mapping from bits. لدينا bits وهذه هنا نسميها symbols. هذه العملية هي mapping from bits from k bits. k في هذه الحالة يساوي 2، اخترنا k يساوي 2، يمكن نختار k يساوي أكثر. From k bits to symbols.
وعدد السيمبولز هنا كم يساوي؟ 2 power of k. لدينا 2 power of k نسميه مثلا capital M. وهنا في المدخلات لدينا k bit يعني word of k bit يعني كلمة مشكلة من 2 bit في هذه الحالة. عدد البيتات في كل word أو في كل كلمة سنسميه k أو سنرمز له بk. k هو عدد البيتات التي سوف نحولها إلى symbol. symbols التي سوف نستعملها في هذه الحالة لدينا من ناقص 3 إلى زائد 3، ناقص 3 ناقص 1 1 3، وكل symbol مثلا ناقص 3 سوف تمثل 0 0 وهكذا. هذه العملية نسميها ب symbol mapping. لنعود إلى مثالنا، قلنا بأن سوف نستعمل هذه العملية التي تسمى ب symbol mapping، والذي يقوم بها البلوك الذي يقوم بها سوف نسميه symbol mapper. طبعا قلنا بأن سنرمز إلى 0 1 سوف نمثله ب ناقص 1، و 0 2 سوف نمثله عفوا 0 1 0 1 نمثله بناقص 1، ال 1 0 سوف نمثله بزائد 1، وال 1 1 سوف نمثله ب 3. إذا عند المخرج عند الأوتبوت الخاص بالسيمبول مابر سوف نحصل على ناقص 1 ناقص 1 زائد 1 3. سوف عوض أن نستعمل بيتات سوف نستعمل amplitudes أو symbols، سوف نستعمل symbols. طبعا في هذه الحالة استعملنا 4 اختيارات لأننا استعملنا 2 bits per symbol، فيصبح 2 قوة 2 أو 2 power 2 power of 2 is equal to 4. So we have 4 symbols here. 4 symbols. ثم بعد اختيار symbols لتحويل الـ signal إلى أو عفوا لتحويل الـ information أو symbols إلى waveform سنقوم ب كما شرحنا سابقا بالـ pulse shaping. سوف نقوم باستعمال pulse shaping. pulse shaping هي التي سوف تحول هذه الـ sequence of amplitudes into waveform. لنقوم بتمثيلها الويف فورم الخاص بهذه information sequence. قلنا الأول سيكون ناقص 1، الثاني ناقص 1، والثالث لدينا زائد 1، والرابع لدينا 1 1 أو 3. في هذه الحالة symbol time سيصبح يساوي 2 the period of bit، يعني الوقت الزمن الخاص لإرسال سيمبول واحد يساوي 2 في الزمن الخاص لإرسال 1 بيت. ويصبح كل سيمبول يحمل 2 بيت، لدينا 2 بيت per سيمبول. والعدد الويف فورمز أو عدد الباترنز التي سوف نستعملها في هذه الحالة لدينا 4، لدينا 4 أو لنسميه مثلا 4 elementary signals. elementary signals هادو هما S1 في هذه الحالة، S2 هذا هو نفسه يعني S2، هذا شكل آخر ونسميه مثلا S3، وهذا شكل آخر يسمى S4. ولدينا S1 قد يكون هنا ناقص 1 1 ناقص 3. الاختيار الخاص بناقص 3 لم أمثله في هذا المثال، ناقص 3 تكون ممثلة ب 0 0 ليس لدي 0 0، لو كان لدي 0 0 سوف أمثل هنا ناقص 3. ما يجب ملاحظته هنا والانتباه إليه، أولا هذا symbol mapper وظيفته ما الذي سيقوم به؟ يقوم بتحويل من بيتات إلى amplitude. symbol mapper يقول بتحويل من البيتات إلى amplitude. pulse shape سوف يقوم بتحويل أي كل واحدة من الامبليتيود إلى pulse. طبعا كما سبق وأن أشرنا في درس سابق قلنا pulse يمكن أن تكون rectangular pulse shape،
كما قد تكون لديها شكل آخر. توجد عدة أنواع، وحق هذا مجال معقد أو مجال غني وثري، توجد عدة دراسات توجد بولس على هذا الشكل، كما توجد بولس أخرى على هذا الشكل، وهكذا توجد عدة أنواع من البولس. يعني لما نقول بولس شيب يمكن تصورها بولس على شكل ريكت، ريكت فانكشن، كما يمكن أن تكون نوع آخر من البولس، قد تكون سينك أو قد تكون ساين سينوس، كما قد تكون رايزد كوساين. هذه الأمور سوف نشاهدها، سوف ندرسها في محور لاحق إن شاء الله. ولكن في من خلال هذه المحور الأول وربما حتى المحور الثاني أو عفوا الثاني محور الثاني محور الثالث، نكتفي بتخيل أو باعتبار البولس هي على شكل مستطيل، ولكن دائما نستذكر بأنها يمكن أن تكون لديها شكل آخر. طبعا هذه الحالة بما أن استعملنا عدة بيتات برسامبل، في هذه الحالة 2 بيت برسامبل، هذه النوع من الموديليشن يسمى بأماري، أماري موديليشن أو كوميونيكاسون أمار، يعني ترسل أم، لديك أم احتمال. في هذه الحالة لدينا أم يساوي 4، لدينا أربعة باترنز. لما نقول باترنز بالفرنسية معناتها انفورم، أربعة باترن أو أربعة ويف فورم، نختار من بينها لإرسال المعلومة. هذه تسمى أماري كوميونيكيشن. في هذه الحالة لما استعملنا البولس شيب لم نستعمل سيجنال لديه فريكونسي كبيرة للقيام بالموديليشن، أو بعبارة أخرى لم نستعمل كارير، لم نستعمل كارير في الموديليشن. في هذه الحالة يسمى البيز باند سيجنال، أو في هذه الحالة السيجنال يكون على شكل بيز باند، يعني يكون في بيز باند. بيز باند يعني لو رسمنا السبكتروم الخاص بهذا السيجنال سيكون متمحور حول صفر. بينما في حالة ما إذا أردنا استخدام لنقول كارير يعني سينسويد لإرسال هذا السيجنال، ستصبح لديها هذا الشكل، ونستكون هذه الامبليتود الخاص بالشكل الاول والثاني حتى هنا. هنا السيمبول الاول والسيمبول الثاني لو لاحظت لدينا نفس الامبليتود. ثم في السيمبول الثالث لدينا هنا لدينا ناقص واحد وهنا زائد واحد، يعني نفس الامبليتود لكن إشارة مختلفة، نفس الامبليتود ولكن إشارة مختلفة. الإشارة تختلف لما نكون في الهاي فريكونسي أو في الكارير، اختلاف الإشارة سوف يؤثر على فيز، ستصبح الفيز في الجهة الأخرى، يعني السيجنال عوض يكون ينطلق من صفر إلى الجهة الموجبة سينطلق من صفر إلى الجهة السالبة. هنا الفيز انقلبت 180 درجة. هذا السيمبول الثالث. في السيمبول الرابع لدينا amplitude تساوي 3، يعني تزيد amplitude ولكن الإشارة نفسها، يعني لا يوجد تغير في الفيز. نواصل وهكذا، يعني لما تكون amplitude تتغير تزيد فقط الامبليتود الخاص بالكارير، ولكن لما تتغير الإشارة في البيز باند هذا سيؤثر على الفيز. هنا لدينا الفيز، طبعا هذا سوف يشكل مشكل سوف نتطرق إليه في وقته وفي حينه. هذا المشكل يسمى بفيز ديسكونتينيوتي، فيز ديسكونتينيوتي هذا سوف يؤثر على سبكتروم الخاص بالسيجنال الموديل في السيجنال. إذن لما نستعمل كارير للقيام بموديليشن هذا السيجنال سيصبح يسمى باس باند سيجنال أو باند باس سيجنال، باند باس أو باس باند. وهذا السيجنال الذي لا يحتوي على كارير يسمى باند بيز باند، بيز باند أو لاو باس سيجنال، هذا يسمى لاو باس بيز باند، بينما هذا يسمى، هذا الذي فيه كارير يسمى باس باند سيجنال. هذا المثال الذي استخدمناه هو أبسط شكل من أشكال الموديليشن ويسمى ASK
موديليشن يعني امبليتيود شيفت كين. طبعا هذا مجرد مقدمه وسوف نقوم بشرح الموديليشن بشيء من تفصيل فيما بعد.